زين زين وزين حتى وزين جنة 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 مغربي يا وطننا جنة 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 مغربي يا وطننا يا وطن اسمعني يا وطن يا بطراب لفوق 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 جنة 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 مغربي يا وطننا جنة 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 كباقي الفنانين المغاربة اللي كيحتفلوا بهذه الذكرى وكباقي المغاربة اللي دائما متشبتين بالعرش العلوي المجيد واللي كيفتخروا على أن عندهم عيد العرش اللي احنا كبرنا عليه في 3 مارس ودري كان احتفلوا به في 30 جويه. فلهذا السنة الحمد لله شاركت في بطانة مدينة سنة، هذه المدينة اللي أول مدينة سكنتها من بعد منين جيت من الصحراء. انا كان الاهل سلا الحب الكبير لاني جيتهم ما زلت صغيره وكبرت معاهم، وانا لي الشرف اني نعود في هذا المسارح لهون. تحيه لهم لانهم اختاروا رشيده طلال باش تعود عندهم في هذه الصاره، وكيفرح بزاف اللي غديت شكون ثاني قال العائله تسنت. وتحيه لكم انتم كاملين. رسالة صاحب جلالة الملك محمد السادس في هذه المناسبة. لهين نقول له احنا نبغوك وتاج فوق راسنا، الله يطول عمرك، الله يشافيك ويعافيك ويخليك دائما الفوق والفوق اللي حامينا. ولهين نقول لك عرشك باقي، تاجك يعلى وسيفك حق وجبينك غار وعزك يعلى وانت تعلى واحنا شعبك يا ملك الأحرار. حياك الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.